أكرمت جمعية متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت عددا من الشخصيات المميزة في احتفال أقيم في فندق الفور سيزن في بيروت برعاية وحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وإننا من هذا المنبر المقاصدي ندعو كافة القوى السياسية إلى تسهيل تأليف الحكومة مع الإسراع به، لأن البلد ليس بخير إن على الصعيد الاقتصادي أم الإنمائي وحتى السياسي. ولقد علمتنا التجارب أن لبنان لا يحكم بمنطق الربح والخسارة. العالم كله ناطر منا قرارات جريئة مهم، توقف المزايدات السياسية وتوقف النكايات السياسية ونحط مصلحة البلد ومصلحة الناس قبل كل مصلحة. بين المكرمين نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة ليلى الصلح حمادي، وجرى عرض فيلم وثائقي عن المؤسسة تضمن بعض إنجازاتها في خلال 15 عاما، حيث افتتح المؤسسة في بيروت الأمير الوليد بن طلال في 16 من عام 2003 في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رياض الصلح. أما الإنجازات التي ظهرت في الفيلم فكانت على صعد الصحة والتربية والبيئة والإعلام والقضاء والثقافة والأمن وفي كل المناطق اللبنانية. وجرى أيضا تكريم رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المهندس سمير الخطيب، سامر عبد الحفيظ عيتاني وسعد الأزهري، بحضور الرئيس حسين الحسيني والرئيس تمام سلام وممثل مفتي الجمهورية اللبنانية وممثل البطريرك الماروني ورئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو وعدد من النواب ومسؤولين أمنيين وشخصيات دبلوماسية وكبار موظفي الدولة وأعضاء جمعية متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وحشد من الحضور. وفي ختام الحفل وزع الرئيس الحريري وشربجي دروعا تكريمية على المكرمين وتسلم الحريري درعا بدوره. جمعية متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية تأسست قبل أكثر من 85 عاما، وهي لا تزال كما أسست تجمع الوجوه الطيبة والمعتدلة وأصحاب الحكمة والعقل. وفي نهاية الاحتفال كانت لقاءات جانبية سريعة لنائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة ليلى الصلح حمادي مع الحضور.